السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة رمضانية محببة. هنعمل مع بعض ليالي لبنان بطريقة سهلة جدا جدا جدا، مش هتاخد مننا 5 دقايق. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. انا جبت كوباية مية وكوباية سكر وحطيتهم على النار، وطبعا عليهم عصرة ليمونة صغننة. بعد كده ضفت هنا شوية ماء زهر. ماء الزهر ده مكثف، عشان كده حطيتين نقطتين تلات. ممكن نضيف ماء زهر، ممكن نضيف ماء ورد، ممكن نضيف فانيليا، الفليفر اللي احنا نحبه نضيفه. في حلة تانية انا جبت هنا كوباية دقيق سميد او دقيق سومولينا او دقيق بسبوسة زي ما احنا بنقول، وحطينا عليه لتر حليب كامل. في ناس بيحطوا لتر ونص، بس انا شفت ان هي اللتر كفاية، بيدي سمك حلو. بعد كده ضفت هنا نص كوباية سكر. السكر برضو ده اختياري، ما احنا كده كده هنستخدم السيرب او الشربات معاه. وضفت هنا شوية فانيليا. بالنسبة لي انا هنا حطيت نص معلقة، اللي هي نص كوباية سكر. وممكن نضيف بقى ماء زهر، ممكن نضيف ماء ورد، ممكن نضيف فانيليا زي ما انا ما ضفت. البلاد العربية اغلبيتهم بيحطوا مستكة، بس انا ما حطيتش، اكتفيت بس بطعم الفانيليا. السمك بتاعي بقى جميل، وبعد كده وهو سخن هضيفه في قالب التقديم. شايفين السمك بتاعه جميل ازاي؟ وهحط طبقة مش كثيفة، هحط طبقة متوسطة في قالب التقديم، والباقي هضيفه في بولات صغيرة او في اطباق صغننة حسب ما احنا حابين، او ممكن اضيفه في حاجة تانية برضو تتناسب مع السمك بتاعه. وسبته في التلاجة لحد ما يبرد. بعد كده انا جبت هنا قشطه. القشطه دي ممكن تبقى بوك، بس اللي كانت موجوده ريماس، هم كلهم عموما بدهون نباتيه. وهدهن الوش بتاعي كله بالقشطه. يا سلام، ريحتها خطيره وجميله جدا في العزومات اللي هي ولضيوف الغفله، جميلة جدا 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 وخفيفة جدا جدا. وضفت هنا على الوش جوز هند، نضيفه بالكمية اللي احنا حابينها. ممكن نضيف كمية كبيرة، وممكن نضيف طبقة رقيقة حسب ما احنا حابين. بعد كده انا جبت هنا القطعات، وعملت شكل هلال وعملت شكل نجمة. ما رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين. فعلا مع الأكلات الدسمة اللي لبنان خطيرة 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 خطيرة. وبدل ما نروح نجيبها بمبالغ عالية، احنا نقدر نعملها بمنتهى السهولة في البيت. انا زينتها هنا بالفستق وكسرت الفستق خشن. انا جبت كيس وحطيت فيه الفستق وكسرته بالشاكوش بتاع المطبخ عشان يبقى معايا خشن، لكن ممكن نعمله في الكبة ويبقى ناعم، او في المطحنة حسب ما احنا حابين. دي الوصفة بتاعتنا جاهزة وجميلة، هنحطها في التلاجة لحد ميعاد التقديم. هتبقى جميلة جدا 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 جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وبالهنا والشفا. واذا عجبتكم وصفاتنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وكومنت ونشر الفيديو لأصحابنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعكم الله.